بداية يعني دراما رمضان 2023 في تنوع وثراء في الإنتاج. احنا بنتكلم في رقم ما كانش بقى معتاد في السنين اللي فاتت، يعني كنا دايما الأعداد أقل من كده بكتير في المسلسلات. ولكن طبعا في مجموعة من الظواهر ما نقدرش نغفل عنها، وهي أولا إن احنا عندنا مسلسلات ال15 حلقة، ده يعني رجعنا تاني، وده حضرتك عارفة طبعا وكلكم عارفين ده كان زمان جدا التلفزيون المصري بينتجه، وكان ده جزء من الإنتاج، فكرة ال15 حلقة أو ال10 حلقات أو حتى السبعيات. فرجعنا لهذا النمط من الإنتاج تاني، وده كمان أدى إلى إن احنا عندنا نجوم كتير بيشتغلوا وفنيين أكتر بيشتغلوا، وبنشوف فرصة لحتى مخرجين وشباب كتير جدا في المسلسلات دي. الظاهرة التانية بالنسبة لي أنا اللي كانت مهمة قوي، إن احنا عندنا مسلسلات رجعنا نقدم حاجة ليها علاقة بالصعيد. احنا خرجنا بره القاهرة مثلا، خرجنا بره الكومباوندز اللي هي احنا قعدنا فترة كان عندنا موضة مسلسلات الكومباوندز، شفنا الصعيد، شفنا دمياط، شفنا اسكندرية، ففي كمان محافظات مختلفة جوه الدراما بشخصيات مختلفة. الصعيدي رجع، كمان اللي هو أجواء الريف المصري، ده لو قلت حضرة العمدة الروبي، أيضا تصدر النجمات الدراما هذا العام، يعني ده كده ما تقدريش تغفليه، سواء على مستوى القضايا النسائية اللي بتطرح من خلال الأعمال أو البطولات النسائية. الحقيقة الغلبة هذا العام للسيدات، يعني ده النجمات السيدات هم ليهم الغلبة في هذا الموسم. أنا بالنسبة لي الشيء المبهج في دراما رمضان هذا العام إن أنا كمان عندي عدد من النجوم الكبار اللي رجعوا تاني متواجدين في الدراما، وده الحقيقة إن هو كان ابتدى بيحصل من أكتر من موسم، بس السنة دي كده في تأكيد ليهم، فعامل حالة من الرسوخ والثقل في عدد من الأعمال المعروضة على الشاشات. بالتوازي هنلاقي ان في مجموعه من الوجوه الجديده، يعني ده كمان جزء من ان دراما رمضان بتديك الاحساس ده، ان احنا طول الوقت كاننا بنشوف نجوم خلف الكاميرا وقدام الكاميرا، سواء نجوم الشباب الصغارين او النجوم التقنيين. انا الحقيقه من الحاجات اللي اتعلمتها خلال مواسم رمضان اللي فاتت ان انا اركز قوي قوي في العناصر الفنيه اللي بتشتغل. طبعا كلنا عارفين السينما شويه تراجعت كتير جدا وعندها مشاكلها وازماتها، كل ده انعكس بشكل او باخر لصالح الدراما، فبقى الحقيقه عندنا تميز في عناصر فنيه كتير على مستوى التصوير، الاخراج، الديكور، الموسيقى التصويريه، وده واضح ان احنا بقينا في اسماء بنستنى شغلها من رمضان لرمضان في يعني في الموسيقى التصويريه. ممكن اقول لك مثلا استاذ تامر كروان، استاذ شادي مؤنس، في اسماء كده بعينها، خالد القمار، يعني صح. انا خلاص احنا لا بقينا بندور وبدات ونعرف الناس ده. تنتبه ليها كمان.